الو، ايوه السلام عليكم ايوه استاذ احمد، تحياتي لحضرتك. السلام. يعني كابتن ماهر همام نجم مصر ونجم نادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي، يعني بيسلموا على حضرتك وسعداء جدا بمباراه الامس والشكل الرائع بالنسبه لهذه المباراه لتكريم النجم كابتن فؤاد انور. يعني امبارح كان يوم رائع بالنسبه للعلاقات المصريه السعوديه بالنسبه للرياضه، لكن هي دائما موجوده بشكل جميل وبشكل مستمر. يعني شعور حضرتك فيه بعد مباراه الامس؟ والله طبعا اول شيء اشكركم على الاستضافه اخي محمد، وبقول بكل امانه يعني مباراه الامس واحده من الرسائل الكبيره والمهمه جدا اللي تثبت مدى العلاقه الكبيره بين البلدين مصر والسعوديه بشكل عام، وبين نادي الشباب ونادي الاهلي بشكل خاص. ونشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على جهوده الكبيره ودعمه لهالمباراه اللي تمت بين الفريقين، فريق الاهلي فريق القرن الافريقي ونادي الشباب احد اهم مؤثر الانديه السعوديه. وبالنسبه لنا احنا في نادي الشباب، يعني انا بصفتي رئيس مجلس الاداره فخور جدا انه في تاريخ مجلس الاداره يتم تكريم كابتن كبير واسطوره من اساطير الكره السعوديه الكابتن فؤاد انور ومع فريق النادي الاهلي المصري، والاحتفاليه الكرنفال الكبير اللي كان امس انه تقفل الملعب من الجماهير قبل بدايه المباراه باكثر من ساعتين. ويعني العلاقات السعوديه المصريه بشكل عام علاقات تضرب في صحيح في التاريخ في القدم التاريخ، وايضا العلاقات الشبابيه الاهلاويه برضه صحيح. مش اول مره النادي الاهلي يبقى موجود في السعوديه في ضيافه نادي الشباب، او نادي الشباب في ضيافه نادي الاهلي متواجد هنا في القاهره في البطولات العربيه المختلفه اللي كانت موجوده يا استاذ احمد. تقريبا احنا كنادي الشباب اكثر نادي لعبنا معه خارجيا هو الاهلي المصري. صحيح. لعبنا معه تقريبا 5 مباريات. صحيح. لعبنا معه في تونس، لعبنا معه في القاهره، لعبنا معه في الرياض، واظن لعبنا معه في جده اظن او جده. فالنادي الاهلي لعبنا معه هو اكثر فريق لعبنا معه فريق خارجي طبعا. اي لكن يعني امبارح نادي الشباب، يعني مهم جدا اعرف هذه الجزئيه، تم اعطاء العضويه الشرفيه للكابتن محمود الخطيب في نادي الشباب، مظبوط الكلام ده يا استاذ احمد؟ نعم طبعا. كلنا كشبابيين نفتخر بالكابتن محمود الخطيب، احد اهم اللاعبين او اهم الرياضيين في الوطن العربي وفي افريقيا، لاعب كبير ولاعب الكل يفتخر فيه، ونفتخر احنا في نادي الشباب انه احد أعضاء شرفنا يكون رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. طب ده حاجة جميلة جدا، ويعني ده دائما ما احنا بنقول التبادل ما بين العلاقات الطيبة ما بين الشعوب او يعني الشعب العربي ما بين المملكه العربيه السعوديه ومصر، في نفس الوقت لما يكون القامات اللي موجوده عندنا رياضيه مهم جدا ان احنا نقول للرياضيين او حتى المشجعين والجماهير ان احنا لا عندنا قامات في الرياضه العربيه مهم جدا ان احنا نكرمها. يعني احنا في نادي الشباب نفتخر ان احنا كرمنا الكابتن محمود الخطيب يوم امس، وان شاء الله متى ما سنحت الفرصه للتكريم الاساطير المصريه من قبل نادي الشباب يكون سباق لمثل هذا الشيء. حي استاذ احمد، يمكن احنا مباراه الامس كانت جميله، خليني اسالك بقى على اللاعبين المصريين المتواجدين في الدوري السعودي. استاذ احمد سامعني؟ اي سامع. بالنسبه للاعبين اللي متواجدين في الدوري السعودي ويمكن الاستفاده اللي موجوده بالنسبه للانديه، ولو في نادي الشباب طبعا يعني من الانديه اللي بتستفاد من اللاعبين المصريين، راي حضرتك في هذه التجربه؟ والله طبعا احنا بكره بتكون تقريبا ان شاء الله اول مشاركه للنجم عمرو بركات. صحيح. في نادي الشباب، وان شاء الله انها تكون بدايه خير. احنا في نادي الشباب مر علينا تقريبا من 3 إلى 4 لعيبه من جمهوريه مصر عبر يعني تاريخ الاحتراف في السعوديه. وان شاء الله نامل انه يكون عمرو بركات اضافه للنادي ونستفيد منه في هذا فيما تبقى من هذا الموسم والموسم القادم. صحيح. وايضا مدربين استاذ احمد، كان شوقي عبد الشافي، كابتن شوقي عبد الشافي كان متواجد، كابتن عادل عبد الرحمن. نعم. ايضا نعم. كان متواجد مجموعه. نعم. المدربين. صحيح. عبد الشافي كله مر علينا. نعم. طيب إيه؟ اخيرا بقى يعني كابتن فوزي، اتفضل كابتن فوزي. استاذ احمد، ايه رايك في جمهور النادي الاهلي امبارح استاذ؟ والله ما يحتاج جمهور النادي الاهلي، بس احنا نبغاهم يحضرون حتى المباريات الشباب في الدوري المحلي، يعني عمرو بركات ويساندون الشباب في الدوري المحلي عندنا. هيحضروا لان طبعا نجوم النادي الاهلي متواجدين في مكان هتلاقي طبعا ليهم احبائهم في من جمهور النادي الاهلي بشكل كبير استاذ احمد. يعني ابدا نتشرف فيهم. ونرحب بك هنا في مصر في اي وقت يا استاذ.
والفرق السعوديه كلها. مصر بلدنا وياما عسكرنا فيها وياما اديناها وزرناها. استاذ احمد يعني انت بتنورنا باستمرار، ونتمنى طبعا وجودك او وجود فريق الشباب في الوقت القريب ان شاء الله تبقوا متواجدين هنا في القاهره باذن الله. ان شاء الله تنور. معسكرات التسعينات ان شاء الله. التسعينات كانت في الاسماعيليه وفي القاهره، ان شاء الله نرجع نسوي معسكر ان شاء الله. تنورونا وتشرفونا، وان شاء الله الكره السعوديه في تقدم مستمر. ما ننساش ان احنا متواجدين ان شاء الله في كاس العالم في مجموعه واحده، ان شاء الله نبقى احنا الاثنين صاعدين مع بعض للدور اللي بعد ان شاء الله. استاذ احمد العقيل طبعا بشكرك شكرا جزيلا، رئيس النادي الشباب السعودي، واشكره شكرا جزيلا.